السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجيلان اليوم السبت أن فرصة رئيس الجمهورية برهم صالح بولاية ثانية أصبحت تحت الصفر. قال باجيلان في تصريح أن الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية هو بسبب اختيار شخصية برهم صالح لهذا المنصب. أضاف أن صالح ليس لديه مقبولية بين الكتل السياسية، لذلك فإن فرصته بولاية ثانية أصبحت تحت الصفر، خصوصا بعد التقارب الأخير بين الإطار التنسيق والتيار الصدري. وتابع باجيلان أن البيت الكردي متفق وموحد ولا توجد فيه خلافات سوى منصب رئاسة الجمهورية، والذي سيحسم خلال جلسة البرلمان المقبلة ويكون الحكم فيها تصويت أعضاء مجلس النواب.